بعد تعليق أصالة على صورة وعلاقة طارق العريان ونيكول سعفان، شام الذهبي ابنة أصالة وأيمن الذهبي هي كمان علقت على الصورة بتعليق حاولت فيه تواسي والدتها وتهون عليها، وكتبت: أنا بعرف قديش الألم كان كبير والخيانة قاسية، ووقوف بعض الأصدقاء مع الغلط. يا أنقى وأعظم ست شفتها في الحياة، أنت مثال لكل امرأة تجاوزت محن كتير بالحياة لتكون أقوى وتلمع، وهي الصدمة رح تكون مجرد محنة تانية من محن كتير تجاوزتيها. الحقيقة إن الخيانة والهروب من المواجهة كانت فعلا صادمة لينا كلنا، بس رح تعدي ونكون أقوى. أنا فخورة فيكي لأنك إنسانة حقيقية وشفافة وواضحة ونقية. عبري يا دنيتنا كلنا وما تخافي على زعلنا، أنا معك للموت وبموت مع كل ثانية بتتألمي فيها. وأصلاً كان تعليق أصالة لما نشرت صورة من الحفلة اللي أقامتها نيكول سعفان في بيتها احتفالاً بالكريسماس وحضرها فنانين كتير منهم نسرين إمام وطبعاً طارق العريان. أصالة علقت على الصورة وكتبت: هي أقصى صورة مرقت علي من بداية قصتي لليوم، ومن وقت شفتها من حوالي 30 ساعة وأنا قاعدة بس عم حاول صدق في شخص بالصورة كان بمقامة وغلاوة روح ونفس، والست العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلا ولا بس تشجيع للظلم والجحود. الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما احكيها، الصورة مو عادية ومو قادرة أتجاوزها لأنه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتى نقطة الأمان اللي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر. والوالد ولادي آدم وعلي، غير إنه اللي بتعمله مو إنساني هو عيب. سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون، بس ذهولي من قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغة تفكيري. والجدير بالذكر إن من فترة كنا متعشمين إن علاقة طارق العريان وأصالة ترجع تتحسن ويرجعوا لبعض، وده بعد الرسالة اللي وجهها خالد الذهبي ابن أصالة على حسابه الشخصي على إنستجرام لما نشر بوست كان عبارة عن صورته مع والدته ومع أخواته آدم وعلي أبناء طارق العريان، وعلق على الصورة بمقولة من الفيلم الأجنبي The Godfather واللي فيما معناها: أخبرني هل تقضي وقتا مع عائلتك؟ لأن الرجل الذي لا يقضي وقتا مع عائلته لا يمكن أن يكون رجلا حقيقيا. أعلم أن هذه مقولتك المفضلة من فيلمك المفضل، لذلك هل تفعل لي معروفا وتعيد مشاهدته من أجلي؟ وهناك شيء آخر، أكمل هذا الفراغ من أجلي سريعا.